لا نشاط تماما للأمم المتحدة أو للهيئات التابعة لها في هذه الكارثة دكتور؟ أبدا، حتى الآن في هذه الحالات لا تجد هناك أي نشاط للمؤسسات الأممية بما يسمون الأممية، حتى في غير هذا أيضا أن أتحداهم أن يصلوا إلى هذه المناطق، لا 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 تستطيع أن تصل أصلا. هم أخي الكريم هؤلاء يعيشون في فنادق خمس نجوم في المدن، لديهم فقط مكاتب والفنادق، مستحيل أن يصلوا إلى لماذا هذه لماذا لا يذهبون إلى هذه المناطق؟ أخي هم لم يأتوا أصلا إلى مساعدة الإنسانية، هم جاءوا فقط للرفاهية ولرواتبهم وأيضا لأجل مآربهم الخاصة، ما يستطيع أصلا يعني أن يذهبوا. طبعا الآن أيضا هم يدعون، أنا أيضا سمعت اليوم تصريح أن الـ لديهم الأمم المتحدة حتى كانوا يساهمون في دعم وتمويل بعض المستشفيات، وأعلنوا أيضا أنهم يتركون هذا الدعم لكل المستشفيات الحكومية. اليوم صرح متحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأفغانية قال نحن علينا أن نبحث عن بدائل أخرى لنا الله سبحانه وتعالى، فهم قالوا لهم نحن نترككم، كان عندهم مساهمات بسيطة ببعض الأدوية وبعض الأمور من التطعيمات وبعض الأشياء التي هم يوزعونها ولهم فيها أيضا مآرب أخرى، فقال أعلن أن نحن هذا سنوقف عليكم، لماذا أنتم لا تعطون حق للنساء أن يشتغلوا معنا في مؤسساتنا، وكأنهم فيتركون النساء يمتن في الفيضانات. أنا الآن أسألهم يعني لعلكم أيضا شاهدتم في بعض حتى في هذه الصورة التي أنتم نشرتم هنا في شاشتكم، تظهر هناك سيدة الكريمة بجانب يعني باب منزلها. نعم. طب أين أنتم يا أمم المتحدة من هذه السيدة الكريمة؟ هي مسكينة، هي فقدت يعني لعلها فقدت، لا أعرفها، لعلها هي فقدت زوجها وأطفالها وهي الآن تصرخ وهي جائعة وهي مريضة وهي بدون مأوى. أين أنتم؟ إذا أنتم فعلا تدعون عن حقوق الإنسان و و و و ودعم البشرية، فأين أنتم؟ وحقوق المرأة والطفل بالذات. بالذات نعم. هناك أطفال، كثير من الأطفال نحن شاهدنا حقيقة هم يعني أنا اليوم تأثرت جدا أن جثمان رضيع طفل صغير أبوه يحمله يعني بين يديه ويقول ثلاثة فقط وهذا وجدت وهذا أيضا ميت. فأين أنتم من حقوق الطفل؟ أين أنتم من حقوق المرأة؟ هذه مجرد نعرات بكل أسف، ولأجل تسويق مشاريعهم أحيانا يتحدثون حتى يجمعوا الأموال بكل أسف باسم أفغانستان، ولكن في الحقيقة ليس لهم أي أثر. أنا أتحدى عدسات العالم أنهم يثبتوا لنا أن سيارة واحدة أو 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 أو, أو حملة هناك الأممية في هذه المناطق أصلا لا يستطيع أن يذهبوا. كيف يذهبوا؟ لا يجد هناك لا إنترنت ولا خدمات، حتى الصور التي وصلتنا ووصلتكم هذه من عدسات شخصية، بعد المبادرين بادروا طبعا بالجوالات القديمة وبجوالات أيضا ليست بالموديلات الجديدة، ربما أخذوها إلى خارج المدينة حتى يستطيعون إرسالها. صحيح، لا يوجد هناك إنترنت ولا يوجد هناك كهرباء ولا خدمات، فصوروها ونشروها في السوشيال ميديا ووصلتنا ووصلتكم، لكن هناك الحقيقة والمأساة أكبر حقيقة مما نحن نشاهد في هذه المقاطع. نحن أيضا من نقاط ضعفنا نحن لا نستطيع حقيقة أن نعبر عن قضيتنا عالميا، هذه أيضا من نقاط ضعف نحن أفغان يعني نعترف بهذا، فما عندنا حقيقة هذه المهارات حتى نبرز